ايه اهميه الحدث ده بالنسبه لمؤسسه النادي الاهلي؟ والله بص، هو الحدث طبعا هام جدا بالنسبه للليجا يعني بشكل عام، انه طبعا الهدف منه الترويج للدوري الاسباني في مصر. يمكن السنوات الاخيره بدا الدوري الانجليزي ياخد اكتر الشعبيه في مصر عن الدوري الاسباني، فاعتقد هم عندهم خطه وبلان واضح ان هم يبداوا يجذبوا تاني الجمهور المصري او العربي من خلال ايفنت زي ده. بتعمل ايفنت عند الاهرامات، حدث سياحي رياضي عالمي، طبعا ده حدث كبير. اما طبعا بالنسبه لنا كنادي اهلي، احنا يمكن مدعوين يعني، وانا بمثل مجلس الاداره في حضور النهارده وبرئاسه كابتن محمود الخطيب، احنا بيننا وبين الليجا علاقات قويه جدا وبيننا تعاملات ما بينهم قويه، فدايما يعني بنبقى سبورت ليهم اكيد في حاجات زي كده. لكن انا شايف طبعا ان هو الحدث يعني بدايه موفقه ليهم يمكن في مصر، ان هم يبداوا يعملوا ترويج بشكل كبير زي ما احنا شايفين النهارده في الحدث. يعني الجو يمكن مش مساعد قوي النهارده، حظهم وحش، بس ان شاء الله يعني يظبط بعد ما الماتش يبدا يعني ان شاء الله. طيب هم بيعتبروا ان ريال مدريد وبرشلونه عباره عن براندز هناك وبيستغلوهم ان هم يوسعوا شعبيه الدوري هناك، هل ممكن مباراه الاهلي والزمالك يتم استغلالها في بلدان اخرى بنفس الطريقه؟ والله اتمنى واعتقد برضو على فكره ده حصل يعني خلال الماتشات السوبر يمكن اللي كانت بتتلعب في الامارات فاعتقد ان ده كان بيحصل وليه لا. يعني احنا لينا ما شاء الله المصريين يعني جاليات مصريه في كل حته في العالم، فبالعكس يعني انت امريكا فيها جاليات مصريه كبيره جدا يعني، فاتمنى ان ده يحصل، لان انت بتتكلم طبعا تو براندز كبار جدا في مصر وفي افريقيا، الاهلي والزمالك يعني. من فتره اعتقد من سنتين كان في زياره من وفد ريال مدريد، وكان في كلام خرج ان ممكن تحصل مباراه تانية بين ريال مدريد والاهلي زي اللي كانت موجوده في مباراه القرن، هل في اي تواصل بين اداره الاهلي واداره اي انديه عالميه في الفتره المقبله؟ بص، هو انا كابتن محمود الخطيب دايما بيدي اهتمام كبير قوي بالملف العلاقات الخارجيه والعالميه مع يعني مش بس ريال مدريد، مع كل الانديه، ريال مدريد، يوفنتوس، مع حتى الهيئات زي الليجا النهارده. وكان عندنا يعني لجنه خاصه بالموضوع ده كان برئاسه مهندس خالد مرتجي، وانا كنت معاون معاه في اللجنه دي، وسافرنا في اكثر من بلد وعندنا علاقات طيبه بيهم ولا زالت في تواصل. كان مع بوتريجينيو فعلا اتكلمنا في الموضوع ده واحنا هناك، وهم كان من حيث المبدا الناس بتتكلم ما عندهاش مشكله. الكلام ده كان قبل الكورونا يمكن على طول، يمكن جات الكورونا بعدها والدنيا اتلخبطت في العالم كله. يعني احنا كان زيارتنا كانت شهر 9 2019، فبعديها كنا بنتكلم ان احنا في حاجه في الصيف اللي جاي اللي هو صيف 2020. طبعا لما جت الكورونا الدنيا وقفت جامد يعني، لكن مستقبلا ان شاء الله ليه لا، يعني ممكن يكون في حاجه طبعا، لان علاقه بينهم قويه، هم بيحترموا النادي الاهلي جدا وبيقدروا النادي الاهلي كواحد من اكبر الانديه اللي في العالم مش في افريقيا بس، فده شيء وارد يعني ممكن يحصل فيهم الايام ان شاء الله. حضرتك قلت ان العلاقه بين الاهلي والليجا علاقه متميزه، هل ممكن يتم استغلال العلاقه دي ان في لاعبين شباب من الاهلي يخرجوا اعارات لانديه في درجات ادنى في الدوري الاسباني؟ بص يعني دي برضو وفقا لسياسه اللجنه الفنيه لكره القدم. انت عندك دلوقتي كمان في قطاع الناشئين يعني خالد بيبو عامل شغل كبير، عندنا طبعا جبنا الخبير التشيكي عالمي عامل شغل متميز جدا، وبدا يعني ده فكر استراتيجي ماشيه بيه اللجنه الفنيه، ما اقدرش ان انا اتكلم فيه دلوقتي، لكن كله وارد زي ما انا بقول. احنا عندنا علاقه كويسه معاهم مش بس على مستوى الرياضه، على مستوى الناحيه المجتمعيه، الناحيه التعليميه. لا ليجا عندهم جامعه كبيره جدا في اسبانيا، فعلى مستوى ورش عمل بتتعمل موظفين لمدربين لشباب، فالسكوب التعاون واسع يعني، واتمنى ان شاء الله يعني يكون في حاجه قريبه يعني بينه وبينهم باذن الله. طيب اخر سؤال، كيف هي الاجواء داخل مجلس اداره الاهلي بعد التجديد لموسيماني؟ هل هو المجلس تنفذ صداع ان الملف ده تم الانتهاء منه؟ لا بص، زي ما انا قلت لك دي حاجه بتبقى لجنه فنيه لكره القدم هي اللي بتناقشها وهي اللي بتبقى معنيه بيها، واحنا عندنا رئيس النادي هو مشرف على ملف كره القدم كابتن محمود الخطيب، بيبقى كلنا ثقه في اختياراته وفي قراراته، ففيش اي الدنيا هاديه ومفيش اي مشكله والدنيا تمام يعني. شكرا جدا لحضرتك نورتنا. انا بس عايز احييكوا على حاجه، ان انتوا الوحيدين اللي ما سالتونيش سؤال كله الناس سالته لي، وانا محمد صلاح رايح برشلونه ولا لا، والله فدي مهنيه يعني، هم مهنيين برضو مش قصدي يعني حاجه عشان ما حدش يزعل، بس يعني مش عارف السؤال انا ايه علاقتي بيه، بس بتسالوا ليه؟ انا بتمنى له الخير والافضل، هو احسن لاعب في العالم دلوقتي من وجهه نظري، ربنا يكرمه في اللي جاي، واهم حاجه بس يوفق منتخبنا في كاس العالم يا رب، يعني دي اهم حاجه.